ان لو نزل صاحب يكمل ينزل مشوه طبعا بيبقى عنده ممكن هيدروكيفلس هيدرو في سيف كل ما في سيف ممكن انتيكل ممكن كالسيفيكيشن في البرين ممكن منتر ريفرديشن ممكن كورويد ريتينايتس كورويد ريتينايتس يعني انفلاميشن في الكورويد والريتين لا انا سمعها بورشن احسن تعالي انا بقول فيها جيها عبده الابورشن بس لو ربنا يكرم العين ينزل لها البلاوي الزرع دي بعد خلي بالك معايا الكوبسوبازمونز هي دمرة كرونيك مش عاملك اي حاجة انا اوبورتونيستك زي ما انت شايف لكن المشكلة عند الست الحامل ان الجيدة بزاحة ملعبة وحشة ممكن يجيلي كونجيتا كوبسوبازمونز دي حاجة مش سهلة تعالى معايا بقى لو جالك عيان في العيادة بتاعتك وعاوز تعمل له دايجنوزس تعمل له بلاد فيلينج ولا فول اكزامينيشن؟ ها؟ فول اكزامينيشن ولا بلاد فيلينج؟ بلاد فيلينج ولا فول اكزامينيشن؟ ولا ده طبعا؟ ده ده المقاية في قطة ولا ايه؟ بكل بساطة كلها بتدمم من العيان بتدمم الغطل لا تدور بقى هنا على antibodies معايا؟ surgical diagnosis لايزعيك ليشي تدي عيكي كل اللي انت عارفه ممكن تعمل intradermal test الشهيرة بتعملها للعيانين كلهم اسمها toxoplasmin او فرينكل العيان اكتشفها في فرينكل وهو نقول لك توكسوبلازمين يعني عرفون جيل هايبر سنسيتيفيتي تحقق الانتجن دلوقتي وتقرا النتيجه بعد يومين ثلاث ايام سن جيل ممكن بنعمل حاجه اسمها سبيل فيلدمان دايتست دي بتتسالها في شكل وصور متيس مش عارف تتكلم فيها سبيل فيلدمان دايتست كلكم عارفين سبيل طبعا مش كده؟ بتاع الكوليو واحد قريب اسمه فيلدمان الاثنين عملوا الضاي تيست ما يعني ايه بقى هنا؟ سبيل فيلدمان الضاي عملوا تيست ازاي يعني؟ الغالي السليم مفيش دم وانتباضل مفيش حاجة خارج الانتجين يبقى يتبغ الانتجين طبعا بمسليق دي لكن غالي العيان دم وانتباضل عاملة كوتنج للانتجين في الفات الصابقة صابقة مش هتقدر توصل الانتجين هتسلمش سبيل فيلدمان فايتس
لو انت عيان هتظهر لك انتي بوديز. بنحط مثالين ديون طبعا ما يخش القلب. لو انت عيان في التعليمات المشكلة، لو انت سليم سليم مفيش عندك انتي بوديز، يبقى هينفجر القلب تطلع فوق الكتاب سبيل فيلد مانديتس. طيب يبقى انت في دايجنوز حط بايوبسي انت حيوان تجارب، يا اما سيرولوجيكال انتراديرمال تيست اعمله. بس في حاجه مهمه جدا بقى، ربنا يكرمك كده وتطلع دكتور لسه محترم، ويجي لك واحده ست خامس في العياده بتاعتك ويقول لك يا دكتور انا شفت التلفزيون امبارح دكتور بيتكلم ويقول دلوقتي واحده حامل وعندها قطه في البيت ممكن يحصل كونجنتال انومالي زي كده تصدع لها، وانا اوريدي عندي قطه في البيت وحامل ومعرفش اتصرف ازاي، انا خايفه يكون حصل تكون البنين عندي، اتاكد ازاي؟ اذا تعمل دايجنوزس يكون في كونجنتال انومالي تصدع لها هتعمل ايه؟ شوف يا احمد اتاكد شغل الروانة ناخد عن جود الكيرس ده لا يقول لك فع القطة اج ام اجينست البلازما في الامنيت الفيروس بتاع الفيروس. جيب لي الاج ام ده، ولا اج ام ده يطلع عن البلاسينتا ده اكيد هو اللي مكونه. اج ام اجينست البلازما عند الفيروس اكيد الفيروس ده اتعدى، اكيد جاله البلازما وجسمه هو بقى مطلع اج ام. اذا وجود الاي جي ام الريسبتور اي جي ام اجينست البلازما ده معناه انه فعلا عنده كونفيرتر في البلازموديس، ولازم الست دي تعمل لها ايه؟ ابورشن. انا خلاص الطفل ده مشوع هل تعمل لها ابورشن؟ معايا؟ تقول لها اكلها بدلها ربنا يكرمك المره الجايه بقى، بس عالج القطه ومشيها وامشي بتعملها لها ازاي؟ يبقى الدايجنوزيس اوعى تنسى دايجنوزيس اوف كونفيرتر تكتب دايجنوزيس. طبعا هتدور على سبيسيفيك اي جي ام. الحمد لله شخصنا والحمد لله. تعالى بقى ساعات الجيش عالي كنا زمان بندي علاج كومباينيشن سوبريم او كوترين ده سالتم سوبريم مع برايم سوبريم، والكومباينيشن ده ما كانش يجيب نتيجه كويسه، ما كانش يجيب نتيجه كويسه. دلوقتي الدراج اوف فيلد اللي بنعالج بيه التوبلازموزيس طبعا اسمه سبايرامايسين، اللي هو اخر علاج مكتوب عندك. السبايرامايسين بتدي كبسولتين كل ست ساعات لمده شهرين شهرين، فعلا بيجيب نتيجه كويسه. احنا في مصر هنا بنعالج العيان اللي هو بيشتكي اللي عنده اكيد توكسوبلازموزيس، لان السليم اللي زي حياتكم كده هيروح لعياده تروح يكشف. لكن في امريكا بيعملوا فحوصات دوريه طبعا كل ست شهور. في امريكا ممكن يكتشفوا ان عند اي واحد مننا كده عنده كرونيك توكسوبلازموزيس بيعالجوه. بيعالجوه ويقطعوا السيستم الموجوده دي، ممكن تقعد طول عمره موجوده جوه جسمه ما تموتش. بيعالجوه عشان لو مناعته قلت في اي لحظه ما يجيبوش اكيد توكسو بلازموزيس. في امريكا لكن احنا عندنا اللي بيجي لك اللي بيقول انا موجود اسبوع بقول لك بيجي لك معانا ايه طبعا. طيب الحمد لله انت عليك. تمنع بقى ان يجي لك توكسو بلازموزيس ازاي؟ والكنترول هنا مهم جدا جدا جدا. سؤال، تعمل ايه في القطه اللي عندك في البيت؟ يا اما عالجها يا اما مشيها. لازم تمسكها لتاكلها بقى، تسويها كويس، تشتري لحمه كويس.
عشان الجهاز تكون مضمون. الكنترول هي حاجه مهمه جدا 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 لكل مضمون. هنا بقى اقول لك بقى كنترول كلايد او الكلمه دي وخلاص. ليه بقى؟ لان كلايد هنا من يقطع في مهام فيكتور وميكانيكال ترانسكريبشن. انا امتى اتكلم عن كنترول الفيكتور بالتفصيل؟ لما يكون فيكتور بمعنى صحيح زي ايه؟ زي يكون الفرد بتدور الفريلا التلفات والتلفات في الالك الثانية يبقى تتكلم على التلفات والتفصيل. ان الاناط الملاريا تتكلم فيكتور بس تخلص منه تفصيليا بتاع عمره تفصيل. لكن هنا ميكانيكا عادي خالص مش قصه. هي الكورنيك سيستم اللي موجود عند سته الكورنيك بروتوزوا اسمها الكتروفوريديوم. الكتروفوريديوم اللي بيشتغل عندك في الفور انتستين. الانتستين البروتوزوا اسمه انتستين. اول ما نقول فور انتستين زي ايه خدته في البروتوزوا قبل كده؟ ممتازه. قالت ايه؟ ممتازه فعلا زياد جهابيه. ثاني انتستان البروتوزوا في الفول انتستن بعد الجهاز جرام ليا كريبتوس بوليديوم فول انتستن. بص بقى معايا جايب لك كام كلمه كده في عندهم كتبت كريبتوس بوليديوم من الاخر. الانتستن ستيج عندك اوروسيس اوروسيس اللي حجمها 5 مايكرون وجدولها 4 كروزرز. لما تاخد ستك الهوموسيست تتخرج من الاصطلاح بتاعتك ويطلع الترافوزايت يشتغل في الفولنتست بعد. هذا الشرط اللي هو اللي يعمله في الفولنتست بتاعتك. لو انت مناعتك كويسه لا يعملوا حاجه الفيروس الغير اوبورتونيستك ولا الهواء اللي هتشتغل في السايلم يبتدوا يجوا يلعبوا ما يقدروش يدمروا الجهاز المناعي بتاعك معايا بكتيروا قوي بكتيروا سيلف لينك الدائريه بعد ما ضغطت الدائريه خلاص على كده وياخدوا بعضهم ينزلوا في الاسطول على هيئه ايه؟ اوبورتونيست. يقول لك يا عم ربنا يكفينا شر زي ما دخلنا تخرج يتحولوا الى اوسيس وينزلوا في الاسطول. يبقى لو انت مناعتك كويسه وقعدت تتعادي بالاوسيس بتاعت الفوليديوم ولا تشتكي في اي حاجه وينزل في الاسطول بتاعك اوسيس. وخلي بالك ينزل اوسيس وبتعد اوسيس يبقى هنا ممكن يبقى فيه اوسيسشن فعلا اوسيس بدل اوسيس يدخل اوسيس تتعدي زي ما هتلاقي في البروتوزوا بيعدي بروتوزوا انفكشن. كل اللي بتستنى البروتوزوا عندك انت بيبقى هيستريتيكا بلانتيجا بولار يا جلاليا بيرجل سيست وانفكت في نفس الوقت. رابع واحده واخر واحده في اللي بتستنى البروتوزوا بتعدي بروتوزوا انفكشن هي كريتوس بوليديوم. اربعه بس في البروتوزوا بيعدي بروتوزوا انفكشن والاربعه كلهم انتستاينال بيرجل اوسيس دياجنوستيك وانفكتد في الاساسين فعلا. طب لو انت مناعتك زي الزفت بقى طبعا انت بتقول لك ايه نخرب في الفول انديستن يعمل لك سيفير دايره يدمر لك الجوبينال والاكل يمتص ولا ما يمتصش. مال ابزوربشن سندروم والسيفوريا سيادتك من كتر الدوائيه اللي عندك بتدخل في ديهايدريشن والالكترات امبالانس وسخن ودافي وده بيحصل فعلا. اي عيان عنده ايدز يجيلك بروجروما مشهوره قوي يقول لك يا دكتور انا بقالي شهرين ثلاثه عندي اثبات مستمر باخد له حاجات ومودي وبتاع وما خفتش مش راضي يقع. كله اخر ربنا يستر. سخن عنده ايدز لان عنده ايدز دوت ممكن يجيله كريبتوس بروجيوزس ويبتدي التفضيل ده يخرب في السمول انتست ويجي له كونتينوس بيرزيستال اريا ده ممكن يموت من ديهايدريشن بعد. العيان اللي عنده كريبتوس بوليديوم يعمل له فود اكزامينيشن. فود اكزامينيشن
المفروض ان الوسيلة دي حجمها 5 مايكرو. تبقى بالكورة ولا بالصعوبة؟ بالصعوبة. ده انا بقول لك ان الوسيلة بتاعت دريبتوس بوليفيوم ثاني اصغر مخلوق في باطن كله. ثاني اصغر مخلوق بعد الشانية. الشانية من دي اللي كده باركو تصحى بالدم بتاعها على وضعها في الدم بصعوبة. بطريقة من خلفة. تخيل بقى تاني اصغر مخلوق بدور عليك من كتب بتاع العيال. صعب انك تلاقيه. عشان كده تعمل كونسنتريشن بيكو كلكم عارفينها. جنس سلفيشن كونسنتريشن كونسنتريشن ميثود واكيد هتطلع نيجاتيف اكيد هتطلع نيجاتيف لانها صغيره جدا مش هتبان كويس. عشان كده اقول لك اول مره تطلع في الباراسيتولوجي اول مره اقول لك اعمل ستريننج وموديفايد ريزيلتس ستين الصبغه بتاعت مين؟ بتاعت ريزيلتس. ولك اعمل ستيلينج في الموديفايز الانتين ستيلينج هيتسبب الوسيلس دوت بتشوف المسيلس ده العيال. ولو ما لقيتوش بقى ممكن تعمل تيست مكلفه للعيال كلكم عارفينها دايركت ميوموفلوريسنس. ليه قلنا دايركت؟ لان بدور هنا في كده على انتيجين. انتيجين دايركت ميوموفلوريسنس. تاخد تشوف العيال وتحط عليه انتفاضل وكلوروتين فاي وتجيب الميكروسكوب الفلوريسنت ميكروسكوب هتلاقي فيه تعديل بقى الاضاءاتي الاسبورتي دي اللي انت عاملها دايركت. يبقى اول مره تطلع في الباراسيتولوجي كلمه ستيلينج وموديفايد ميديسن واول مره تطلع برضه كلمه دايركت ميو فلوريسنت. ليه؟ لان بيقول لك المدى تبع حجم التريبوسوليزيا صعب انك تلاقيها. لدرجة وصفة البجاحة في الدياجنوز يقول لك ايه؟ يقول لك ده هنعمل تستنى البيوبسي. تخيل تاخد بيوبسي من فوق الانتستين وتدخل عكس ايسر. تتخيل بس وصل لكده ليه؟ لانه صعب صعب في الدياجنوز. من فوق الدياجنوز يقول لك بقى تعمل اي حاجة بقى وخلاص. يقول لك بيوبسي. تخيل البجاحة وصلت ايه؟ عارف؟ انت خلي بالك معايا. يبقى تيجي تبدا من الاتحاد الدياجنوز خليك فاكر. انت بتعمل سوبر كونديشن بتدور على حاجه صغيره. الصغيره دي مش هتلاقيها. فبقى الكونسنتريشن ميثود. الصغيره مش هتلاقيها. طب هتظبط لاخر في الموديفايد ميثود. طب ما تلاقيهاش. طب كلم العيال بقى واعمل دايركت يو توريزم. عشان كده البروتين سبورتس تشد اتجاهها تحت الميكروسكوب. النهارده تختار خالص بقى خد بيوكسي من الانتستين. بيوكسي ماشي حاجات جديده اول مره تسمعها ليه؟ التجهيز تاني اصغر مخلوق في البركه كل جهاز في الاسطول صعب نفسه. التريتمنت بتاعه زي التوكسوبلازما بيدي فارمايسن برضه كابسولتين كل 6 ساعات لمده شهر شهرين يجيب نتيجه كويسه. طبعا تديله سبورت تريتمنت عنده دياريا ونستخدم بس ظبط الحكايه بتاعته. جلوكوز ومحلول سهل عليه. كنترول كلكم عارفين طبعا طالما في اوضه انفكشن يبقى في نظافه شخصيه وكتير اكل وتجيبك وتعمل انت عارف بقى. تعالى تالت واحده اسمها ارزفورا بنتي. ارزفورا بنتي دي عايشه في سمول انتستن. حد شاف يقول لك سمول انتستن ايه خدته قبل كده؟ ها؟ زي الجلاد في الكون سيستم. الانفكت الستيت بتاعتك اوسيست. الاوسيست هنا عباره عن كيف فيها ايه؟ قلتين كل جوله فيها كام الفرزايت؟ اربعه. شفنا المره اللي فاتت قبل كده. الاوسيست بتاع القطه مش كده؟ طب مين اكبر؟ الاوسيست بتاع القطه ولا بتاعك انت؟ لا طبعا. حد كده 25 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 كده
كانت البيف او البور طلعت الفضول من السيس
ابتدى ينخرط في السمول انتستين. لو انت مناعتك كويسه مش هتشتكي ولا الهوا، ولو مناعتك وحشه انت عارف هيحصل لك ايه، هتجي لك انتستينال سيركوسيستوزيس. انتستينال سيركوسيستوزيس معايا؟ الجلد البروتين بتاعك ايه؟ طبعا جلد برضه الاوفيس، لان الفويد يخاف ينزل من انفيرال كونديشن يتحول الى اوفيس وهو نازل. اسالك سؤال، طالما انت بتتعلم لما تاخد بيت او فور والدرجات بتاعك عندك انفستن عندك انفستن من الفاركوس ستوري، يبقى انت ديفنتيف ولا انترميديت فور؟ بتكتب بالظبط الكيمياء السجلات او الكيمياء الفاضله. لو بتعمل عندك انفستن وكنت عشان تتعلم كيمياء السجلات او الفاضله كنت تاكل بيت فاضله. الكمين انوكلس الانوكلس هي الجثه الهون لان هي ايه؟ على سيكشوال سايكل، وانت كنت تعتبر انترميديت فور. نفس الكلام قيس عليه اي بروتوزوم مش شغاله السيكشوال سايكل عندك انت ديفنتيف فور. هنا السيكشوال سايكل ماشيه انتستاينال يبقى انت ديفنتيف فور، والحيوان بيكون انترميديت فور. يبقى في السيمي هومينيس انت اللي عاوزه منك بس احفظ لي اسم سوي هومينيس وموبي هومينيس، والاجابه هتيجي لوحدها بعد كده. يبقى البيت او الكاتل اللي هيبقى جوه المصل بتاعته سيست. تاكل انت سيست في البيت او البور. لما كانت مصل كانت مصل، لما كانت عاقل وسيط يبقى انت هتشتغل ديفنتيف. يبقى ضرورات تشتغل عندك انتستاينال. انتستاينال يبقى تشتكي من ايه؟ وهنا عارفين لو مناعتنا كويسه ما تشتكيش من حاجه، مناعتك وحشه تشتكي من ايه؟ نزل في السوق بتاعك اوسيس. ما فيهاش اي مشكله. اعكس هاي مع السيركوسيس سلندر مان، اعكس الكلام اللي انا قلته. معايا؟ اعكسه ازاي؟ الحيوان هنا هو كلمة الفوز. اللي بيزل في السوق بتاعه ايه؟ اوسيست. يبقى انت كبني ادم عشان تتعدي تاكل اكل ملوث بالاوسيست. فتفضل يشتغل عندك انت في الكشف، يروح للمصل يعمل لك ماسكولار ساركوسيستوزيس. يبقى انت هنا انت العائد الوسيط. وتشتكي من ايه سيادتك؟ عندك الفيروسات موجود في المصل. لو مناعتك كويسه مفيش من حاجه، مناعتك وحشه بتجري ست سكود مصلتين مصلتين كيس على حسب المكان اللي هي موجوده فيه. لو انت عندك ماسكولار ساركوسيستوزيس، ماسكولار بنعمل لك ستيل اكزامينيشن ولا ماسل بايوبسي؟ ماسل بايوبسي. لقيت الماسل بتاعتك سيست يبقى عندك في الماسل. يبقى اعكس الاثنين دول مع بعض. في السيمي هوميديس وبوبي هوميديس يكفي انك تعرف الباقي هتعكسه. لو بتشتغل هنا ديفنت الهوست يبقى في الاندرمان سيادتك انترميديت هوست، لان الفرزات عندك موجود في المصر بتاعك. طب ازاي انت بتعيري؟ يقول لك ده المصري ماشيه في الكارنيفورس انيمال اللي هي الحيوانات المفترسه. ما هنا الديفنت هوست لازم يبقى حيوانات مفترسه. معايا؟ دي انياب. عارفين ليه؟ لان دول اللي بياكلوا لحمه. ما عشان الحيوان ينزل في الاسلوب بتاعه اوزيس اكيد واكل هو لحمه، مش كده؟ ياكل لحمه. ياكل لحمه عشان تمشي بقى سايكل عنده انتستاينال. يعني زيه زيك هنا بالظبط الحيوان المختلف ده. يبقى انت سيادتك كده شغال انت الايديت هوست وعندك مصر وسيركوستوز. لو عرفت الكلمتين دول انتهت خلاص، مش عاوز منك اكتر من كده. خامس واحده عندك اسمها بابيزيا. تعمل لك مرض اسمه بابيزيوزيس. الفكر ان الباليزيا موجوده في الدم ده بروتوزوا. ده بقول لك ايه بروتوزوا بس ده انترا ايريثروسيتيك بروتوزوا. انت يعني شغال جوه الار بي سي زي ايه خدت قبل كده انترا ايريثروسيتيك بروتوزوا؟ زي ايه خدت قبل كده انترا ايريثروسيتيك بروتوزوا؟ زي ايه خدت قبل كده انترا ايريثروسيتيك بروتوزوا؟ بروتوزوا في الكلومة زي البلازموديوم.
تقوليش ملاريا، ملاريا ده مرض يابني ديزيز قلناها قبل كده، قول بلاد غيرة والبلازموديوم عارف؟ لو عاوزين بقى نسقط الدفعة كلها لكن تقول لك ان يمريد بلاد غيرة فانت تقول لها الاشمانيا دينوفاني وتقول لها الكريبانازول دي الثلاثة تقول لها البلازموديوم والبابيزيا تقول لك ان يمريد انترا إرثروسيتيك بلاد غيرة يبقى هي هنا بتنشن على البلازموديوم بتاع الملاريا والبابيزيا انترا جوه الاربيسيل لكن البلاد فلاجيليت اللي كانت تعمل الاشمانيا والكريبانازول بين الاربيسيل ما هيش بتشتغل جوه الاربيسيل ممكن طبعا اي حاجه بقى سلمها بقى عشان تتهيألي بالبابيزيا انا بقول لك ان هي بتشتغل في الدم بتاعك اي حاجه في الدم بتعمليك ازاي اي حاجه في الدم يا اما نقل دم يا اما بايت اوف فيكتور والفيكتور هنا عارفينه ان هو يكون مين الهارت اتاك الفيكتور هارت اتاك او نقل دم فبايت يدخل عندك يشتغل انترا اريثروسيتيك ويبقى شكله زي الرينج السيد بتاع البلازموديوم فالسيباره يعني يكون عارف فيه ها الدم بتاع فيه ايه زي الرينج بتاع البلازموديوم فالسيباره حد يعرف حجم الرينج كان كام صوت في الار بي سي كان في كام كروماتين ده واحده او اثنين كده يبقى في مالتيبل انفكشن زي ما انت شايف حد شاطر يقول لي عندي انفكشن من مين انت بتقول لي انت روتيدك يا اخي يبقى كده ار بي سي طبعا ايه اتراكشن يجي لك هيموليتيك انيميا اكيد هيطلع توكسين تروح تعمل لك جولد وفوت وسويتنج ستيج زي ما انا هتلاقي ممكن نادرا نطلع بيجمنت يبقى فيه هبات استروميجال الله طب هتشتكي من ايه؟ ملاريا لايك سيمبتومز اللي عنده مابيديوز بيشتكي من اعراض زي ملاريا بالظبط ليه؟ هي كلمه واحده تقوليها لانه انت خلاص بقى ما طب هو الار بي سي يبقى خلاص زي ملاريا بالظبط طب الدايجنوزس عيان عنده مابيديوز لو خدت منه حبه دم بتلاقي المنظر دوت إذا شكك قاعد محتار ده الشكوى نفس الشكوى بتاع الملاريا وخدت منه حبة دم لقيت المنظر ده الله طب زي الجدود الفلسفارة ازاي تقول عليه بابيزيا ما تقولش عليه مالجنت ملاريا وفاية تقول بعض ازاي طبعا هناك في الجدود الفلسفارة كنت بتلاقي مع الرنج السيج كنت بتلاقي ايه بالدم موزة فلنا شيء الدستراكشن ده بيجي خايف لكن هنا هتلاقي بس ايه حاجه شكل الرينز مفيش فلسفه مفيش موزه هنا بقى ثاني حاجه ما بيبقاش في بيجمنتس جوه الار بي سي نو بيجمنتس وده سؤال مهم جدا ولكن ازاي تفرق البابيزيا من بلازمود الفلسفه في الدايجنوزس الكلمتين دول اقولهم عن المخ الدار لازم تقول ان مفيش بابيزيا خايف ومفيش بيجمنتس دول عن المخ الدار لانك لو ما قلتش الكلمتين دول يبقى انت ما عملتش زي ما انت كده بتقول لي انه مريض نفسي ملاريا او ما عادتش العين عنده ايه؟ معايا؟ العين عنده بابيزيا من ساعات الباشا العلاج بتاعه بتدي كينين والكينين دوت بيكون انتي ملاريا دراج هو توكسيك بس انت مضطر تشتغل انترا الكينين ده اللي تحتفظ فيه خلاص دي بابيزيا بعدها عندك حاجة اسمها نيموسيستس كارينيالي يعني قلنا عندك ايه في اللنج بتاعتك سيست في اللنج بتاعتك طب عشان يجي لك اي حاجة في اللنج تتعيد ازاي مونو انفكشن انهاليشن او دروبلت انفكشن حصل لك انهاليشن بالتروفوزويد بيبقى صغير قوي دخل جوه اللنج وعمل سيست السيست هنا حجمها ثالث اصغر مخلوق في البايزن كله ثالث اصغر مخلوق من 7 ل 10 مايكرون بعد مين؟ بوليفيا والاسبانيا المصغير في اللنج لو عندك سيست في اللنج تشتكي من ايه؟ اي حاجه في اللنج تعمل لك ايه؟ كف وفيبر ونقص وديسنيا وفيانوس والكلام عارفينه كله اي حاجه في اللنج مش كده؟
مين اللي هيتعدي اللي مستشفى النيار؟ مين؟ اي واحد من المستفرزك اي واحد يبان عليه مشاكل واعراض، واحد عنده ايد، واحد عامله له سبليكمي، طفل صغير نازل منه صبرز، طفل صغير ممكن تعالى ادخل ابوديش بسهوله جدا، بتلاقي الاطفال اللي معيته قليله ابوديش وبعدهم نيوموسيستوزس، وهناك بيقول لك العين الصغير ده تعمل له ايزوليشن لوحده لانه بالدروبلت انفكشن ممكن يعدي لحواليه كلهم كده؟ معيته قليله بقى اطفال ممكن يجيله نيوموسيستوزس. عشان كده خلي بالك العينه تعمل له عزل، تعمل له ايزوليشن عشان ما يعديش لحواليه. طبعا الدياجنوزس هنا مش سهل خالص. انتوا اوريدي عارفين ان اي حاجه في اللانج بتاخد سبيوتم في الدياجنوزس. لكن سبيوتم بيطلع نيجاتيف. ولما تعمل برونكو الفرولافاج خد السكريشنز الموجوده في الالفيولاي في اللانج والبرونكيول وابحثها عشان تلاقي سيست بيطلع نيجاتيف. ولا خد بايوبسي ابحثها بيقول لك بيطلع نيجاتيف. الله كل ده بيطلع نيجاتيف حتى بايوبسي نيجاتيف ليه؟ لان حجمها كبير ولا صغير؟ هي موجوده وكل حاجه بس احنا مش شايفينها. عشان كده يقول لك اعمل دايركت امينو فلوريسنس. السبيوتم اللي هتاخده او اللافاج اللي هتاخده او البيوبسي اللي هتاخدها انت بتدور على الانتيجين، يبقى تجيب من المعمل قلنا انتي بادي وتروسين دار وتشوف السبوت بقى تلمع قدامك. يبقى تاني مره تسمع كلمه دايركت امينو فلوريسنس بالنيوموسيستوزيس عشان طبعا المسيس صغيرة جدا صعب انك تشوفها. طبعا كلكم عارفين ايه اللي شد انتباهك ان ده عند نيوموسيستوزيس. واحد جاي لك يكح لك في العيادة باستمرار وشاف ان مناعته قليلة، تتأكد ازاي؟ اي واحد جاي لك بحاجة في اللنج عاوز تعمل له انفستيجيشن، كلمة لنج بيساوي ايه في الانفستيجيشن على طول؟ اكس راي على طول. اي مشكلة عندك في اللنج الكح الفترة طويلة يوتم بتاع وده بتعمل لي اشعه اكس راي بس على اللنج نتاكد. تعمل اشعه لنج يقول لك بتلاقي بقى ايه؟ باي لاترال، باي لاترال جراوند جلاس كلاوزز. جراوند جلاس يعني ايه؟ جراوند جلاس هو الازاز المصنفر. كلاوزز يقول لك بيبقى فيه عتمات عامله زي الازاز المصنفر باي لاترال في البوست لانز، لان طبعا مناعته قليله الفرزات ده شغال السيس دي شغاله باي لاترال. من كتر السيس دي ما شغاله في اللنج بتعمل لك فايبروزس. الفايبروزس يعمل لك كانها خطش موجوده بيضة في اللنج اسمها عامله زي الازاز المصنفر باي لاترال جلاوند جلاس كلاوزس. يبقى شايف الدياجنوزس اعمل اشعه للعيان تشوفها لحظه المنظر ده شكله كده عامل ازاي الفايبروزس عشان تتاكد تاخد بايوبسي تاخد مش عارف ايه. بما ان الفرازايت صغير بيقول لك البرازايت اللي هو السيس ده بيبقى حجمه 7 على 10 وجواه 8 تروفوزايت. يبقى شكلهم زي الروزيتا بالشكل ده. زي الروزيتا سمعتها فين الروزيتا شيب دي قبل كده؟ نعم؟ في الفايزنت بتاع الماسوديوم ولا ريم؟ انت في وسط امريكا؟ يبقى الروزيتا شيب ده اللي هتشوف تحت الميكروسكوب السيس بيبقى شكلها زي ما انتم رسمها لك بالشكل ده. طبعا خلي بالك كل دول opportunistic protozoa كلهم. ايه خدته معايا قبل كده opportunistic parasite؟ الحاجه الوحيده اللي خدتها opportunistic protozoa circularis. الحاجه الوحيده اللي خدناها opportunistic اللي هي بتعطيك تقول لك انيميريت opportunistic parasites. parasites كلها خدنا الترم الاولاني strandulitis، وفي الترم الثاني كل كوكسيديا الستة بتوع النهاردة كلهم. انا بقول لك اهو انت ممكن تكتب فوق كلمة كوكسيديا او تحتها الستة كلهم بتوع النهاردة اوبورتونيستي كلهم اوبورتونيستي بروتوزوا بوتنشلي باثوجينيك بروتوزوا. طول ما انت مناعتك كويسة ما تشتكيش من حاجة، لو مناعتك قلت يدمروك زي ما انت شايف معايا. خلي بالك كم واحدة خدناهم النهاردة انتستاينال؟ عدلي كده كم واحدة انتستاينال؟ اثنين ولا ثلاثة؟ كذا ثلاثة. كذا كريبتوسبوريديوم والايزوسبورا وخدنا سالكوسيس السوي هومينيس والروبي هومينيس. دول في اللحمة بتاعة الكاتل والبيت، لكن انت عندك فين؟ الستاينل سالكوسيس.
معايا؟ خدت كام قبل كده؟ انت استنى قبل كده؟ خدت ثلاثة. خلي بالك معايا. ستة انتستاينال. اثنين في السمول انتستين، اثنين في اللارج انتستين، والباقي كله في السمول انتستين. خلي بالك ايه اللي خدته في اللانج، ايه اللي خدته في الماسل. افتكر التجمعات دي. دلوقتي هنسيب لك فترة السماح اسبوع. الاسبوع الجاي معاد ايه عادي. الاسبوع الجاي هعمل لك ريفيجن على البروتوزوا. وديك ورقة مش فيها كل البروتوزوا. لا، ورقة هو ده الكي بتاعي في البروتوزوا. يعني الورقة دي اللي هتضايق ان شاء الله المرة الجاية هتوفر عليك مش هقولك ثلاث اربع كده. هتكون حاجة جامد قوي. معايا؟ لا بالعكس، انت تفهم وتذاكر وتيجي تجمع معايا. معايا؟ المهم ام سي كيو تحفظيه زي ما هو والجايه بتاعته. عليك كم مره يجي؟ هو بالظبط انت عندك بدايه الكبرى في السنه 60 درجه، 60 درجه ناخد 22 درجه ام سي كيو شامل الكتاب كله. اي حاجه ممكن تجي لك ام اس كيو زي بنسز ارثروبود بروتوزوا وال40 درجه الباقيين طبعا ريت الاس ما طبعا.